السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة تحويل الهارد من نظام الـ MBR لنظام الـ GPT بدون عمل فورمات للهارد. المشكلة ديت بتظهر لما انت بتجيب لما يكون عندك هارد قديم مثلا، والهارد ده معمول بنظام الـ MBR. فطبعا انت لما بتركبه وجبت بوردة مثلا جديدة بنظام الـ UEFI ومفيش امكانية تحويل للبوردة من UEFI لنظام البايوس، فطبعا الحل هنا ان انت بتعمل عملية تحويل للهارد من نظام الـ MBR لنظام الـ GPT. بس المشكلة اللي بتقابلك هنا ان انت ممكن لازم تفرمط الهارد او تعمل اعادة تقسيم للهارد من جديد علشان يتقسم بنظام الـ GPT. فالشرح النهاردة ان احنا هنحول الهارد من MBR لـ GPT من غير ما نعمل فورمات للهارد. طبعا المشكله دي بتقابلك امتى؟ انت مثلا بتكون مسطب برنامج الروفو زي ما احنا شايفين كده، وبتكون مركب الفلاشه، وطبعا انت عارف ان نظام البورده الجديده اللي انت جبتها بيكون نظام اليو اف اي، فطبعا بتختار نظام الجي بي تي وبتبدا تعمل برمجه الفلاشه على النظام الجي بي تي. بس لما بتيجي تسطب نسخه الويندوز او تثبت نسخه الويندوز، بيجي عند مرحله الهارد وبيجيب لك رساله ان نظام البورده معمول بنظام اليو اف اي ونظام الهارد معمول بنظام الام بي ار، فما بيكملش تسطيبه وبيطلب منك ان انت تعمل عمل فورمات كامل للهارد وتعيد تقسيمه بنظام الجي بي تي. وطبعا بالطريقه دي انت بتفقد كل الداتا اللي موجوده. احنا في الشرح النهاردة هنستخدم برنامج مجاني تماما، اللي هو برنامج الماكرويت بارتيشن اكسبرت فري داونلود، وهنعرف ازاي نعمل تحويل من نظام الـ MBR لنظام الـ GPT. في البداية خالص بنكتب طبعا في محرك البحث الماكرويت بارتيشن اكسبرت فري داونلود، بندخل على رابط التحميل، بنختار طبعا النسخة البورتيبل، بعد كده بيبدأ يجيب معايا بدء التحميل. تمام، طبعا انا بدوس بدء التحميل وببدا احمل البرنامج. انا طبعا محمل البرنامج، هنفك الضغط على النسخه البورتيبل زي ما احنا شايفين كده، كليك يمين اكستراكت هير، وبعد كده بنفتح النسخه البورتيبل. بيظهر لي اصدارين، الاصدار 86 والاصدار 64. طبعا انا بفتح الاصدار 86 وادخل على ايقونه البرنامج زي ما احنا شايفين كده، وادوس عليها دبل كليك، بيفتح معايا واجهه البرنامج بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. دي واجهه البرنامج، وده الهارد اللي هنعمل له تحويل من نظام الـ MBR لنظام الـ GPT. طب احنا عرفنا ازاي ان هو نظام MBR؟ كليك يمين عليه كده هلاقي هنا كاتب لي convert to GPT disk. معناها ايه؟ معناها ان الهارد هنا متقسم MBR، لكن لو هو متقسم GPT هيكتب هنا convert to MBR disk. تمام؟ طيب الهارد ال 320 اللي معايا هنا طبعا ده عليه داتا، هندخل عليه كده، ادي نظام الويندوز اللي عليه، وادي نظام الايه، ادي بقيه الايه الداتا اللي موجوده على الهارد. تمام، هنعمل الهارد كونفيرت وهنشوف ايه اللي هيحصل. هنحوله من ام بي ار، نحول الهارد من ام بي ار لجي بي تي. كليك يمين على الهارد زي ما احنا شايفين كده، وهنختار كونفيرت تو جي بي تي ديسك. هيقول لي ار يو شور تو كونفيرت ام بي بي ار ديسك، هذا يعني النظام هنا ام بي بي ار هتحوله لجي بي تي، بقول له يس. تمام، بعد كده بدوس على كوميت زي ما احنا شايفين هنا، وابلاي تشينج يعني طبق الامر اللي انا اديته لك اللي هو التحويل من ام بي ار لجي بي تي، وهننتظر. طيب قبل ما نعمل الاختيار ده لازم برضو اقول لكم على حاجه هنا. الامر ده برضو يعني هو كل كويس وكل حاجه، بس يفضل لو انت عندك داتا مهمه على الهارد تنقلها في مكان تاني افضل. ليه؟ برضو امان، عشان لو حصل ان الكهرباء فصلت عليه وهو بيعمل عملية تحويل، غالبا الداتا اللي على الهارد هيبقى فيه صعوبة انها ترجع تاني. فبرضو قبل ما نعمل الخطوة دي يفضل لو في داتا مهمة على الهارد تنقلها في مكان تاني، بحيث لو حصل ان الكهرباء قفلت او حصل مشكلة او الجهاز او الويندوز هنج او اي حاجة، يبقى انت في الامان بتعمل عملية التحويل، وفي نفس الوقت برضو ما تخسرش الداتا المهمة سواء صور خاصة او اي حاجة من دي. فطبعا بتنقلها في مكان تاني افضل، علشان لو حصل مشكلة وانت بتعمل عملية التحويل ما تخسرش الداتا المهمة اللي موجودة على الهارد. فطبعا احنا هنكمل بقية المراحل، هندوس على كوميت
ومن كوميت هيقول لي انت اديته امر ان هو يحول من ام بي ار لجي بي تي، هدوس اوكي وهنتظر لحد ما يعمل عملية التحويل. اوكي زي ما احنا شايفين كده هيقول لي هنا one operation has been successfully، يعني هنا تم تحويل الهارد من نظام الايه الام بي ار لنظام الايه الجي بي تي زي ما احنا شايفين كده. وبدأ ايه يظهر لي هنا الشكل الجديد للهارد بعد عملية التحويل، وهنلاحظ هنا ايه ان الاسم اتغير من بيزك جي بي تي، بدل ما هو كان ام بي ار بقى جي بي تي، والهارد اللي فوقه ام بي ار. تمام، العملية ديت ممكن تاخد وقت طويل جدا لو الهارد عليه داتا كتير، يعني برضو لو الهارد مليان فعملية التحويل بتاخد وقت طويل جدا. طيب نيجي نخش مثلا اكس، يعني نشوف شكل الهارد بقى عامل ازاي، كليك يمين مانج، وهنشوف شكل الهارد 320 بقى عامل ازاي بعد ما عملنا عملية الايه عملية التحويل. هندخل على ديسك مانجمنت زي ما احنا شايفين. من ديسك مانجمنت هنلاحظ هنا ادي الهارد قدامنا زي ما احنا شايفين كده، كليك يمين على الهارد، هندخل على البروبرتيس، ومن بروبرتيس هندخل على فوليوم، هنلاقي الهارد بقى بارتيشن ستايل زي ما احنا شايفين جي بي تي. تمام، الهارد اللي فوق اللي هو الهارد الاساسي ال 500 هنلاقيه ام بي ار. تمام، طيب الداتا اللي موجوده على الهارد هل هي اتمسحت ولا لا؟ هندخل نشوفها مع بعض. هنفتح ماي كمبيوتر بالشكل ده كده، وهندخل على سيستم، هنلاقي نظام الويندوز موجود زي ما هو. طبعا انت لما بتيجي تسطب ويندوز جديد على الهارد بعد ما يتحول لجي بي تي، طبعا بتفرمت الايه؟ بتفرمت الويندوز القديم. وهنا ادي المحتويات اللي موجوده هنا زي ما احنا شايفين كده، ما اتمسحتش. وبكده يبقى احنا ايه؟ قدرنا نحول الهارد من نظام الام بي ار لنظام الجي بي تي من غير ما نمسح او نعمل فورمات للداتا اللي موجوده على الهارد. وبتنويه اخير، يفضل لو في داتا مهمه على الهارد تنقلها في مكان تاني، عشان لو حصل مشكله اثناء عمليه التحويل ما تخسرش الداتا اللي موجوده على الهارد. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناه، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.